نبلش فطارنا برمضان. كتير منيح انه نحنا نكسر صيامنا او نبلش فطارنا بحب التمر او باي نوع فواكه مجففه تاني. ليه؟ لانه نحنا اول شيء كل نهار معدتنا ما عم تهضم شيء ومرتاحه، فنحنا لازم نعطيها شيء سهل الهضم، فالتمر معروف انه هو سهل الهضم، فهيك بنحضر معدتنا لانها تستقبل اشياء تانية او اكل تاني. هيدا الشغله. النقطه الثانيه انه التمر غني بالالياف، والتمر كتير منيح للاكتئاب، بساعدنا لبعد الافطار، وكمان بقللنا الاحساس بالجوع اذا اكلنا حبه او حبتين، يعني ما بنقعد نحنا دغري على الطاوله بنبلش اكل بسرعه، فهيك بنكون عم ناكل اقل. وكمان التمر فيه سكر طبيعي اللي بيحتاجه الدماغ لحتى يشتغل.